وحدثني من أثق به أن رجلا كان يمنع زوجته من أن تتصدق على مسكين يطرق الباب، فطرق الباب مسكين ذات يوم وقال إنه ليس عليه ثياب تقيه من البرد وليس له طعام وهو جائع عاري، فأخذت ثوبا من البيت وأعطت، رقت لحاله فأعطت كما رقى أبو هريرة لحال من؟ لحال الشيطان. أعطته ثوبا وأعطته ثلاث ثمرات، وكان زوجها نائما في المسجد، فرأى أن القيامة قد قامت وأن الناس في موج عظيم وحر شديد وشمس لاهبة، وإذا بكساء يعلو رأسه وفيه ثلاثة خروق، فرأى ثلاثة تمرات جاءت فسدت هذه الخروق، فتعجب وانتبه من نومه منذعرا وقص على زوجته هذه الرؤيا، ففهمت الزوجة أن هذه الرؤيا بسبب الكساء الذي تصدقت به والتمرات، فقالت له القضية كذا وكذا، جاءني رجل بعد الظهر وشكى حاله وفقره ومسكنته فأعطيته ثوبا وثمرات، فقال لها لا تردي مسكينا بعد اليوم. الله أكبر، نبهه الله. وهذا مصداق الحديث، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة.